مساء الخير عليكم، صحة صيامكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حصة الطاكسي المربوح. اليوم رانا متواجدين في ولاية وهران وراح يكون معنا ضيوف جد مميزين سواء في الفي اي بي ولا حتى طاكسي المربوح فاميلي، تابعونا. وهران حقيقة باهية، اون فيل انيمي الله يبارك، وفيها اون تري تري بون امبيونس لهنا، الناس مرحبين زهوانيين يقصروا يضحكوا بزاف. وبيان سور اليوم باش نضحكوا في الطاكسي المربوح راح يكون معنا في الطاكسي المربوح في اي بي الفنان القادر الازهر صحراوي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا بك سي الازهر صحراوي. صافي بليزير تكون معنا في الطاكسي المربوح. معروف بالهندي، نقولوا لك الهندي وخلاص. ها بزاف اللي ما يعرفوكش تقول الزهر صحراوي، شكون هذا الزهر صحراوي؟ كي تقولوا الهندي اه وي الهندي. يا ودي احنا في بلادنا في الواتسو ولا في ورقله ايه؟ ولا في ورا هنا ما يعقلش باللي كيقولوا صحراء ونزر، مستحيل ما يجيبليش كاع. هذاك يقولوا هندو خلاص. هندو داكور، هندو هندو ولا الهندي ولا كيف؟ عرفت. سي تي لي زاني دو بونور، السنوات هذوك الله يبارك اللي قضيناها معاكم ربما في لا تيليفزيون مع بلا حدود، مي اوسي دوطر سيري اللي شاركت فيهم انت، يعني الله يبارك ما شاء الله. لا بيسيو بوسيبل دلا الهندي جميل. وي ابو ضوود لنا عياده وحبوده لنا بزاف، يعني مسلسلات تلفزيونيه حصص تلفزيونيه يعني كانت رايحه جدا الحقبه ما شاء الله. ربما تشتاق لهذيك الحقبه ولا لا؟ والله الا اشتقنا لها، وحتى الجمهور اشتاق. الجمهور استنى هذيك هذيك الاوقات اللي كانت حلوه، كانت الناس تحب بعضها، كانت كان ينتظروا هذيك رمضان باش كي يدخل رمضان باش يعيشوا هذيك هاوي. كنا كل مره نشتاقوا باش نعاودوا نلقاوكم في رمضان. بماذا تحتفل الجزائر في 16 من أفريل سنويا؟ جواب نهائي؟ برافو المين دينار ما شاء الله، بداية موفقة الله يبارك. يشير الذكرى هذه يعني إحياء للذكرى رحيل العلامة بن باديس رحمه الله. يعني هذا يشوف منبرك دوك نزيروها. هذه بسم الله. نروحوا للسؤال الثاني اللي يقول ما هو البلد الذي حمل اسم إفريقيا قبل أن تحمله القارة؟ ما هو البلد الذي حمل اسم إفريقيا قبل أن تحمله القارة؟ يعني كاين بلد كان اسمه إفريقيا بكري. خمس فكر سهل، جواب سهل. ما عندناش طرق المساعدة حتى الآن، دونك أنت ولا حاول. تونس. علاش تونس؟ تونس افريقيا. ايه حتى الكلوب هذاك تاع النادي الافريقي. صح النادي الافريقي. اوكي يسبوا قعدوا شادين هذاك تاع سيمبوري فليكس. ايه هذا هو اللي النادي الافريقي يسميه سيمبوري فليكس. معناتها البلد اللي نحوس عليه هو تونس. هذا هو الجواب تاعك؟ هذا هو. جات ما جاتش؟ لا متأكد. متأكد. جواب صحيح، برافو. ما شاء الله 2000 دينار سوبليمونتير، 2000 دينار إضافية. الله يبارك، 4000 دينار حتى الآن. من هو مخرج السلسلة الفكاهية بلا حدود؟ بلا حدود. ما كنتش نستنى فيها، على بالي على بالي. هو على كل حال الله يرحمه يوسع عليه. هو مات الاسم بالضبط. من هو مخرج السلسلة الفكاهية بلا حدود؟ الله يغره لا وبلا حدود. يا ربي نسهل عليك شوية. عندك طريقتين للمساعدة، ممكن تستعمل هاتف، طريقتك واحد ربما يعطيك الاسم.
واش رايك؟ وي يلا والله الا ضربوا هذا السؤال يغيب سؤال سهل والله ما يغيب عليا واش عارف. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استنى دقيقة. بس هيا خذوا جوكر. بس جي عيب والله غير جي عيب نكلم الناس ونقول له لا بخرج تاع فيلم بلا حدود اللي انت اللي انا شاركت فيه. والله سعد ديفوا شكون كان يدير الدبلجه؟ شكونك شاف عليه اللي كان يدير الدبلجه تاع الافلام الاجنبيه في الافلام؟ اي واحد شاف عليه شكون كان يدير الدبلجه؟ اي نسيت اسمه برك. هذاك هو هذاك هو. السلام عليكم. ربي رالي في اسئله. تاكسي المربوح قول له في التاكسي المربوح ماذا بك؟ عطوني سؤال عباك سؤال عباك اللي دايخ فيها اللي انا شاركت في المسلسل هذا ونسيت حتى الاسم تاع المخرج. المخرج تاع بلا حدود شو اسمه؟ المخرج تاع بلا حدود بابي بابي الاسم كامل ديالو عنده وش الاسم تاعه كامل تاع بلا حدود كامل هذاك اللي المخرج تاعه بابي هي لو نون تاعو سي با سا بابي سي ان سور نون احنا نحوسوا على نون كومبلي واش نديرو جواب نهائي يا الله معليش نكونوا كرامه ونقبلوا الاجابه ونقول الجواب صحيح برافو 3000 دينار اضافيه ما شاء الله كان اسمه البيوض عبد الناصر فوالا والمدعو بابي يعني في الوسط الفني وكاع الناس يعيطوا له بابي. انا حتى لو نقول لك صدقني يا اخي حتى لو نقول لك أيه؟ انا نعرفه بابي. تعرفوا بابي؟ مع اسم هذا ما نعرفوش به. البيوض عبد الناصر بابي. سي بور سا حبينا نعاودوا شغل نطرحوا سؤال كيما هذا نرجعوا الناس الذاكره. انا ديجا على الاقل تكون عندي درك فكره بالنسبه للاسم الحقيقي تاعه. سي البيوض عبد الناصر. هيلدو كنت تقول له ما هو اسم الحقيقي تاع هيلدو ما يجيبك يجاوبك حتى واحد. ايه هذا الحمد لله سلكنا على خير. ما شاء الله دونك انا عاونتك وقبلت لك الجواب مالغري كو ما كانش جواب كامل دونك هنا لو ديل تاعك انك تغني لي بالهنديه. خلاص تو هير كي چارا پوريا ميري جاتوي تبت كدا حب سه چارا تاكسي مربوحة ميري جارا ان شاء الله تكون مربوحة. برافو برافو يعطيك صحة 7000 دينار في حوزتك حتى الآن ونروحوا للسؤال الرابع اللي يقول عندما نقول رونالدو كريستيانو رونالدو الاسم ديالو يقترن مباشرة بالرقم 7 لأنه المايو اللي يلبسه تعرفوا كريستيانو رونالدو معروف يلعب بلوسات وشنو هو الرقم الآخر اللي حمله عندما لعب مع ريال مدريد من غير رقم 7 حمل له رقم واحد آخر دايور سيتي مباشرة في أول موسم له مع ريال مدريد اون اتوندون ذهاب ديال راؤول كان حمل رقم آخر يلا كيفاش نديرو نقاريو ناخدو جوكر تروح تسقسي صح دوزيام نيميرو اللي حملو كريستيانو رونالدو من غير رقم 7 اللي معروف به نعطيك الميكروفون تفضل دونك ونعطيوك دقيقة هكذا رابيدمون وكاين الله يبارك غاشي لهنايا يعني نقدروا نشوف برك وين نقدروا نستاسيونيو ان تي بو بو نو با جيري جيني لا سيركيلاسيون يلا تفضل عندك دقيقة يلا هندو جيب لنا لا بون ريبونس يا رب انا شوف راهم عطوني واحد الكيستيون وراني واحد واحد انا عطوني واحد الكيستيون ويعني عطوني دقيقه ببقى ما يعني نقول لكم كريستيانو رونالدو كي كان يلعب في رونالدو كي كان يلعب في نهار اللي جا ريال مدريد واش من النيميرو اللي داروا هو الاول لا قبل ميكيل سان درناه درناه إذا رقم
التسعة كما قلتها في الأول. مرسي. على حساب الفرحة هذه عندك الجواب. يا ودي الجواب هو ايه؟ كما قلت لك هذا صح؟ رقم تسعة. رقم تسعة؟ تمام. متأكد؟ متأكد. نديروا فيه ثقة سيد هذا اللي نديروا ثقة فيه، هذه ثقة فيا أنا الأول تسعة، لأني قعدت بشاك ولكن ثقة فيا أنا. آخر جواب. برافو الجواب صحيح ما شاء الله. الله يبارك. سي جو صوفود. خويا تحية لهذاك السي جو صوفود. الله يبارك. يعطيك الصحة. صحة ما شاء الله الله يبارك. اكسيرو اكسيرو. راح نلعبوا درك على 4000 دينار واحد اخر، يعني نلحقوا 14000 دينار كون نجيبوها صحيح. سؤال الخامس يقول: فيلم جزائري للمخرج محمد الاخضر حمينة، اول عرض له كان سنة 1966، يعد الفيلم من كلاسيكيات السينما الجزائرية ويتناول معاناة الشعب الجزائري ابان الاحتلال الفرنسي. في التمثيل كان حسن حساني، كان مصطفى كاتب، كانوا ممثلين يعني مرموقين في هذاك الوقت. وشن هو لو تيتر ديال الفيلم هذا؟ ريح الأوراس. آخر كلمة. لو فون دي زوريس 1966. إخراج حمينة. جواب صحيح، برافو. 4000 دينار إضافية ما شاء الله. إكسيلون. 14000 دينار جوسكا ميتنو. الله يبارك ما شاء الله. وروحوا للسؤال الآخر اللي عليه 6000 دينار. من هو مخترع شخصيتي توم اند جيري؟ من هو مخترع شخصيتي توم وجيري؟ ديسا انيمي توم اند جيري، امريكي من اصل ايرلندي ويقال انه اصل لبناني لانه الاسم ديالو فيه عليه. انا بنجيبو اسمه ولا ما نجيبوش اسمه، نحوس على اسمه. على بالي باللي هو امريكي. هندو. نحبسو نسلمو لك المبلغ هنا في هذا المكان. شباب بزاف هكذا ونورا لاريير بلون هذا. الله الله شباب. ابري نوصلوك وين رايح داكور. نقولوا لك مبروك عليك مبلغ 14000 دينار اللي حنسلموها لك الان. يلا في الطاكسي المربوح 14000 دينار. بسم الله. هذه وحده، هذه ثلاثه. يلا تفضل معايا قولوا كلمه للمشاهدين. يلا نزيدوا لك بيشي المشروبات تاع بعد الفطور. الله يبارك. ربي يبارك الله فيه. شكرا. ميرسي بوكو والله ما شاء الله. تشرفنا انك تكون معنا ضيف في حصه تاكسي المربوح. الله يبارك فيكم. المشاهدين بمناسبه الشهر الفضيل. طبعا بمناسبه الشهر الفضيل نقول للناس كل شعب الجزائر والأم المسلمة رمضان كريم، وان شاء الله تتحماوا في رفع البسمه وفي الشعب الجزائري وخاصه الناس اللي راهم في دوله فلسطين غزه. نقولوا رانا معاكم بالقلب. الله يبارك. ورانا معاكم كل على كل حال. راكم خوتنا وراكم. الله يبارك. شكر لكذلك قناه النهار اللي التغطيه الرائعه، وانت خاصه خفيف الظل ما شاء الله. يعني الله يبارك ما شاء الله. وكل طاقم تاعك بارك فيكم. ميرسي بوكو. شكرا لكم. تشالي تشالي بيري بيري هي زندقي هي. يعطيك الصحة. ميرسي بوكو. صحيح يا خويا. ربي يعلم. هيا وبليزيغ ان شاء الله. ملاقات الخير معرفة خير. شكرا. الله يبارك ما شاء الله. الممثل القدير كما تعرفوه بيان سور هندو كان معنا، عطانا اجواء ما شاء الله، غنى لنا حتى بالهندية وقدر يفوز بمبلغ 14000 دينار كما قلنا سبق. وقلنا انه كل المشاركين في نسخة تاكسي المربوح في اي بي المبلغ اللي راح يفوزوا به يمدوه لجمعيات ولا عائلات محتاجه في هذا الشهر الفضيل. شكرا.